خلي بالك، تسخين الرز ممكن يسبب تسمم غذائي. اتعودنا ان اعادة تسخين الرز امر طبيعي بدون اتباع طريقة معينة، والحقيقة ان ده خطر جدا وممكن يسبب تسمم غذائي. الدكتورة نورهان قنديل، الصيدلانية والباحثة في الحياة الصحية، بتقول الحقيقة مش تسخين الرز هو المشكلة، لكن طريقة تخزين او حفظ الرز قبل تسخينه مرة تانية هو المشكلة الاساسية. طب ازاي تسخين الرز ممكن يسبب تسمم غذائي؟ قالت ان تسخين الرز بيؤدي لنوع معين من البكتيريا من الممكن انها تسبب التسمم الغذائي، والبكتيريا دي بتفضل على قيد الحياة حتى بعد طبخ الرز، ولما نسيب الرز في درجة حرارة الغرفة بتتكاثر البكتيريا وبتنتج السموم اللي بتسبب القيء او الاسهال. اما عن اعراض التسمم الغذائي للرز، قالت الاصابة بالقيء لمدة تتراوح ما بين 30 دقيقة ل6 ساعات بعد اكل الرز، او الاسهال بعد 6 ل15 ساعة، وبتكون الاعراض خفيفة نسبيا وبتستمر عادة حوالي 24 ساعة. طب ازاي نقدر نقدم الرز بشكل امن؟ 1- الوضع الامثل اننا نقدم الرز بعد طبخه على طول. 2- تبريد الرز خلال ساعة بالاكثر من الطبخ. 3- نحفظ الرز في التلاجة لمدة يوم واحد مش اكتر حتى يعاد تسخينه. 4- دايما نتأكد ان خلال اعادة تسخين الرز انه بيتصاعد منه البخار الساخن طول الوقت. 5- ما نسخنش الرز اكتر من مرة. فخلي بالك.